بتغطية. وهنا راح أتحدث عن الزعلانين. نا شو راح أتعامل إذا ما عجبتني النتيجة؟ أولا الطريقتين بالشكوى. الطريقة الأولى بالأصل بالمراقب الكيان السياسي أكو استبارة شكوى موجود داخل المركز. زين. فبنثبت الخرق المعين هو يعتبر مخول من المرشح رسميا وفق باج ومرقم وعند كود يملأ الاستمارة الشكوى فورا. زين. يعني ما يحتاج يروح المرشح يقول له عمي سوى فلان شيء فلان شيء، ما يحتاج. وهذه خلينا نسميها بالمخالفات او حتى بالشكوى، اذا اوتوماتيكيا ممكن يقدم شكوى. زين. تجمعها المفوضين ويسلموا. الامر الاخر بان تصير خروقات، في خروقات مو 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 مخالفات، خروقات في مراكز معينه. زين. يصير المرشح نفسه يقدم شكوى في مركز المحافظه. يعني على مستوى محافظات في مركز المحافظه ممكن ان يقدم شكوى. زين. تصل وبعدين يصير النظر بها في المركز الوطني. في المركز الوطني ايضا ممكن ان يطعن بقرارهم حتى تروح للجنه القضائيه. انا يعني ما اقدر اروح لاشياء قانونيه. يعني عاد الجنه انتخابيه. الخطه الامنيه الموضوع ما بعد الانتخابات لا تقل عن قبل واثناء اجراء الانتخابات. هذا اللي اريد اسال عنه. تختلف؟ طبعا. تختلف تماما. لأن هي نعتقدها بأن هي الأكثر ذروة بالزعل. وذول 3000 زعلان شي رضيهم وشقنعهم، فبالنتيجة حتى الكل يدعي إلى قبول النتائج المنطقية. وهنا إعلان النتائج ومطابقتها الاعتراضات، أولا أنت ما مسموح بأن تجمهر الناس وتجعلهم مادة لاحتجاج تشتبك مع القوات المسلحة، ما مسموح نهائيا، لأنها موضوع سياسي. هاي مو احتجاجات مطلبية وتعيين وخدمات أبدا، هذا موضوع سياسي. الأمر الآخر يحاول يشيل سلاح ويدن للثكنات العسكرية، خلص الثكنة العسكرية تقدر تجاوب، فإذا هو بطل خليه يجرب وشوف. وهذا مو يعني يعني مو ما نقول تهديد، وإنما توضيح بأن هذه المرة الأدوات المعنية بالانتخابات تعتبر أدوات أمنية سريعة الرد وعسكرية قادرة على جواب العدو، ومن يتقرب بهذه الطريقة عندك وسائل بالطعن، ممكن أن تطعن طريقتين، أنت ووكيلك ممكن أن تحتج، ممكن أن تطلع مظاهرات في مكانات بعيدة عن السيستم اللي خلينا نسميه، هذا كلها مباح لك، ولكن التفكير بالسلاح أكو رد بالسلاح، والخطة الموضوعة ما بعد الانتخابات أقسى من الخطة الموضوعة قبل الانتخابات أو أثناء. يريد يطلع يطلع ورا الجمعة. والله حتى ورا الجمعة وراها ورا 15 اي براحته، بس خلال هالفترة ما يعني ما انصح احد يفكر بان يتهور باي شيء، لا كان سياسي ولا مرشح عادي.